إلى أرواح شهدائنا الأعزاء وجميع الشهداء مهدي ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إني أرحب بكم كما العادة في هذا الاحتفال الكريم والمبارك، وأشكركم على هذا الحضور. عنوان احتفالنا: تكريم لأبناء وبنات الشهداء الذين بلغوا هذه المرحلة من العمر ومن المستوى ومن العطاء. أطلق على هذا الاحتفال والتكريم على هذا الفوج المبارك جيل الشهيد علي أحمد يحيى. في الاحتفال الأول قبل سنوات قلت لكم لأبناء وبنات الشهداء أن آباءكم الشهداء اختاروا هذا الطريق بملء إرادتهم، وعملوا وجاهدوا وصابروا وواصلوا العمل حتى وصلوا إلى ما كانوا يحبون ويتمنون، حتى وصلوا إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. وأن عليكم أن تحفظوا وصيتهم وتواصلوا طريقهم حتى تصلوا إلى ما وصلوا إليه. الأخ الشهيد علي يحيى هو من مصادق الذين من الرجال والشباب وأبناء الشهداء الذين التزموا بهذه الوصية وبهذا التوجيه وختمها بدمه بالشهادة. الشهيد علي هو نجل الشهيد سماحة الشيخ المؤمن والطاهر والصادق والمخلص والمجاهد والمضحي الشيخ أحمد يحيى رضوان الله تعالى عليه، وهو الشهيد ابن الشهيد ابن الشهيد الشهيد علي، وهو الذي ينتمي من جهة الأب إلى عائلة الشهداء، ومن جهة الأم أيضا إلى عائلة الشهداء أو إلى عوائل الشهداء. فهو جدير بأن يحمل هذا الجيل اسمه، كما أن عددا من أبناء الشهداء المجاهدين المقاومين التحقوا بآبائهم في هذه السنوات الأخيرة بعد الاحتفالات الماضية، وهذا الحفل هو لتكريمهم أيضا. وبرغم من أنه تابعتم ذكرى أسمائهم ولقاء مع عائلاتهم، ولكن أنا تبركا أود أن أعيد ذكرى الأسماء، أسماء أبناء الشهداء الذين استشهدوا في الآونة الأخيرة وبحسب الترتيب الزمني لشهادتهم. الشهيد خضر نجل الشهيد نصر الله نصر الله، الشهيد محمد حسين نجل الشهيد إبراهيم الرجب، الشهيد جهاد نجل الشهيد القائد عماد مغنية، الشهيد حسن نجل الشهيد علي إبراهيم، الشهيد فؤاد نجل الشهيد محمد غنوي، الشهيد محمد نجل الشهيد علي خزعل. مع التنويه والإلفات أن عددا كبيرا من أبناء الشهداء هم الآن في صفوف المقاومة وفي جبهات القتال أيضا، يعني نحن هنا لا نتحدث عن أبناء شهداء في موقع احتفالي، وإنما عن أبناء شهداء في الجبهات أيضا، في مواقع العلم، في مواقع العمل، في مواقع الطاعة، في مواقع التقوى. أسأل الله تعالى أن يتقبلهم جميعا، وأن يتقبل جميع الشهداء الأعزاء،
وأن يمن على عائلاتهم بالبركة والثبات وحسن الثواب والأجر في الدنيا والآخرة. من الواجب في البداية كما في الاحتفال الأول أن أتوجه بالشكر إلى عوائل الشهداء الكرام الذين احتضنوا أبناء وبنات الشهداء وقاموا بتربيتهم ورعايتهم وحفظهم وصيانتهم وتحصينهم والوصول بهم إلى هذه المرحلة. يجب أن أخص بالشكر زوجات الشهداء الذين كنا أمهات شهداء واللاتي بذلن زهرة شبابهن ومهجة حياتهن في تربية هؤلاء الأعزاء، وكذلك الأجداد والجدات الذين رعوا وربوا وحصنوا وأعانوا على هذا الأمر. الشكر الجزيل لمؤسسة الشهيد إدارة وعاملين وعاملات ولكل الداعمين والمساهمين، وفي مقدمهم الجمهورية الإسلامية في إيران، ولكل من ساهم ودعم وساعد من الإخوة والأخوات في لبنان وفي كل أنحاء العالم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم جميعا. طبعا في هذا الحفل يجب في البداية أيضا أن نعيد التوصية بما كنا قد وصينا به. أبناء وبنات الشهداء هم مسؤولون على درجة عالية من المسؤولية، لهم الفخر والشرف العظيم أنهم ينتسبون إلى شهداء قدموا دماءهم في سبيل الله وفي سبيل كرامة أمتهم وشعبهم، ويجب أن يكونوا دائما بمستوى هذه المسؤولية. يجب أن يواصلوا طريق الآباء، طريق الإيمان والتدين والعلم والمعرفة والتقوى والورع والخلق الحسن، وأيضا طريق الجهاد والمقاومة والعطاء والجود والبذل بلا حدود، وهم أهل لذلك إن شاء الله. أول ما خطر في بالي لما كنا مخططين لنلتقي بهذا الاحتفال يوم العيد. يوم العيد يعني خلنا نلمس شيء بالإيد مثل ما بيقولوا. يوم العيد كثير من العائلات، هلا دحكينا مثلا بيروت والضواحي، الضاحية الجنوبية على وجه التحديد، أهل الجنوب طلعوا على الجنوب، أهل البقاع طلعوا على البقاع، أهل الجبل طلعوا على الجبل، بقية المحافظات نفس الشيء. هذا الأمر لا يقتصر على الضاحية وإنما على كل أعتقد أغلب المدن الناس طلعوا على الضيع بالعيد وعيدوا يوم واثنين وثلاثة حسب العطلة هلا، وبعدين شعروا بالأمن بالأمان، وليس أي أمن وأمان، الأمن والأمان مع الكرامة مع العزة مع الحرية مع الإحساس بالوجود. طيب الشعب اللبناني واللبنانيون عيدوا هذا العيد بهذا المناخ في منطقة في محيط مضطرب ومتلاطم. ألا يجب بالحقيقة، هذا كان مشاعري أنا يوم العيد أول ما تذكرت الشهداء، ألا يجب على كل لبناني بل على كل مقيم في لبنان، فلسطيني أو سوري، مهجرين نازحين مقيمين بقية المقيمين في لبنان، أن يقفوا لحظة مع أنفسهم وخصوصا اللبنانيين، كل اللبنانيين، ليسألوا أنفسهم هذا السؤال: لماذا نحن اللبنانيين منعيد بأمن وأمان وعزة وكرامة وحرية في بحر متلاطم من الصراعات والحروب والاضطراب الأمني وسفك الدماء و و و و إلى آخره؟ بفضل الله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى، لكن ببركة من؟ بسبب من؟ بدماء الشهداء، بتضحيات الشهداء، شهداء المقاومة بكل فصائلها، شهداء الجيش، شهداء القوى الأمنية، شهداء الشعب اللبناني وشعب فلسطيني الموجود في لبنان، كل هؤلاء الذين استشهدوا على مدى عقود حتى انتصرت المقاومة وحتى تثبتت معادلة الردع مع العدو الإسرائيلي
وحتى تم تحصين الداخل اللبناني من الشبكات الإسرائيلية المعلوماتية والعملياتية ومن التكفيريين في الداخل أو عند الحدود. طيب، لولا هذه التضحيات وهؤلاء الشهداء وهذه الدماء وهؤلاء الجرحى وهذه الآلام وهذا الصبر وهذا الفداء وهذا العطاء، هل كان للبنان أن ينعم بما ينعم به الآن؟ كل واحد يستطيع أن يرجع إلى ضميره وإلى وجدانه ليقدم إجابة حقيقية وصحيحة وصادقة، بعيدا عن الحسابات والمناكفات السياسية الضيقة وبعيدا عن الحقد والحسد والكراهية. الحقيقة واضحة وجلية لكل ذي عينين، يجب على اللبنانيين وكل المقيمين في لبنان أن يعرفوا هذه النعمة وأن يشكروا هذه النعمة، ليس من أجل الشهداء، الشهداء ليسوا بحاجة إلى شكرنا، وإنما من أجل أنفسنا لتدوم هذه النعمة علينا، لأنه بالشكر تدوم النعم. وهذا أيضا من أسباب هذا الإيمان القوي الذي نجده في أبناء الشهداء وفي هذا الجيل الذي تتحدث عنه الآن إسرائيل والإعلام الإسرائيلي عندما يتحدثون عن الجيل الثالث في المقاومة، ويتحدثون طبعا بحسابات وبتأمل وبتدقيق. هذا الإيمان الذي يتوفر لدى هذا الجيل وهذه الأجيال، هذه الثقة لدى الكثيرين في لبنان وفي المنطقة أيضا بصوابية هذا الطريق وصدقية هذا الخيار، سببه أنهم لمسوا وشهدوا وشاهدوا ثمرة هذه الإنجازات وهذه الدماء. إذا كان الجيل الأول في المقاومة قاتل ولم يكن لديه وضوح سياسي بالمعنى السياسي المادي، أنه نحن مننتصر نهزم إسرائيل نطردها أو لا، كان إيماننا بالنصر، إيمان الجيل الأول كان إيمانا غيبيا، إيمانا يعتمد على الثقة بالله فقط والثقة بوعد الله سبحانه وتعالى فقط، ولا كل المعطيات والحسابات المادية كانت لا تشير إلى هذه النتيجة، بل كان البعض يتحدث عن جنون المقاومين ومجافاتهم للوقائع وبعدهم عن الواقعية ومشاكل. هذا الجيل، هذه الأجيال الحاضرة تمارس المقاومة، تؤمن بالنصر ليس فقط لأسباب غيبية، ليس فقط لإيمانها بالوعد الإلهي وثقتها بالوعد الإلهي، بل من موقع شهودي وتجريبي أيضا، لأنها بأم العين شاهدت وباليد لمست ومن خلال العيش المباشر عايشت ما تجسد أمامها من هذا النصر الذي صنعته دماء الشهداء بإمكانيات متواضعة وضعيفة ومحدودة. الأجيال الحاضرة هي تؤمن بهذا النصر الذي نتحدث عنه في كل يوم وفي كل مناسبة، وأعيد الحديث عنه أيضا في هذه المناسبة، أيضا من موقع التجربة، من موقع الإيمان بالغيب ومن موقع التجربة الحقيقية والواقعية التي شهدناها ونشهد الآن انتصاراتها وثمراتها. أيها الإخوة والأخوات، منذ العام 1982، منذ انطلاقة هذه المقاومة، طبعا هناك عنوان كبير واكبها حتى اليوم وما زال وسيستمر حتى النصر النهائي إن شاء الله. هذا العنوان هو السعي الأمريكي الإسرائيلي المتحالف مع بعض الأنظمة العربية وبعض الأدوات اللبنانية المحلية، وأقول أدوات، من أجل ضرب هذه المقاومة وسحقها وإنهاء وجودها إذا أمكن، وإذا لم يمكن فالعمل على عزلها وتطويقها وإضعافها أيضا جهد الإمكان.
وعملوا على ذلك منذ الأيام الأولى وبوسائل مختلفة. طبعا أنا لن أتعرض الآن لكل ما فعلوا وعملوا وإنما سأقف فيما يعمل الآن أو في المدى القريب على هذا الصعيد، لأيضا أخلص إلى نتيجة، لأنه في بعض هذه الأمور تحتاج إلى تحديد مسؤوليات، وضمنا نكون علقت على بعض التطورات التي حصلت في لبنان والمنطقة مؤخرا. هم سيواصلون العمل كما قلت. اليوم بعد الاتفاق النووي الهاجس الكبير في المنطقة، إيران ما بعد الاتفاق النووي، ويأتي ضمن هذا الهاجس حزب الله والمقاومة في لبنان، أنه هذا سيؤدي إلى تقويتها، إلى تعزيزها. ولذلك نجد أنه أوباما شخصيا وفي أكثر من كلام وحديث، ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري في الأيام القليلة الماضية، تحدثوا بوضوح عن حزب الله وإعادة وصفه بمنظمة إرهابية، وإعادة تأكيد السياسة الأمريكية في مواجهة حزب الله من أجل طمأنة إسرائيل وحلفاء أمريكا في المنطقة بأن أمريكا لن تسمح بتداعيات قوة من هذا النوع. وهذا يعني أن المقاومة في لبنان حاضرة بشكل أكيد وكبير في معادلات المنطقة وفي حسابات أكبر قوة في العالم، وهي الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا قبل أن أعرض لبعض الأمثلة بإيجاز، أريد أن أقول النتيجة مسبقا وأعود إلى النتيجة لاحقا، أنهم عملوا وأنفقوا مئات ملايين الدولارات ويمكن مليارات الدولارات، وسخروا الكثير من الوسائل، وأيضا قاموا بعدد من الحروب، ولكن كانت تأدي النتائج دائما عكسية. وكان الله تعالى يمن علينا بالحفظ والصون والنصر والغلبة والتثبيت والقوة والتقدم. هاي النتيجة كمان برجع لها بعدين. إذا جينا نستعرض بعض الأمثلة بالدرجة الأولى، لكن ما أحسبها أولا، لكن بالدرجة الأولى والعنوان الأخطر والأكبر، هو الحروب التي شنت على المقاومة على مدى سنوات، وآخرها حرب تموز 2006 اللي هاي الأيام هي أيام ذكراها، وكان الهدف واضحا: سحق المقاومة في لبنان، إنهاء المقاومة في لبنان، إنهاؤها ماديا جسديا، وضرب بيئة المقاومة بشكل حاسم وقاطع ونهائي حتى لا تقوم لأي مقاومة قيامة في يوم من الأيام في هذا البلد. لكن الحمد لله فشل. طيب نمشي على العناوين. واحد، التأكيد الأمريكي المتجدد في الأيام الأخيرة على وصف حزب الله بالإرهاب وبالمنظمة الإرهابية. طبعا هذا لا بيقدم لا بيأخر، لأن هذا مشي جديد، وهذا من أول ما عملوا لائحة إرهاب وما حطونا على لائحة الإرهاب كجهة وكأشخاص. اثنين، ما صدر مؤخرا أيضا من قرار أمريكي أو لائحة أمريكية جديدة تستهدف عددا من القادة الجهاديين في حزب الله، وأنه مثلا عقوبات مالية ومصادرة أموالهم وما يقدروا ينقلوا أموالهم ومن هذا الحكي. وسابقا أيضا قبل أسابيع صدرت أو ضمت إلى لائحة الإرهاب السعودية أسماء إخوة آخرين. في هذا السياق أود أن أقول أن هذا أيضا لا يقدم ولا يؤخر شيئا. طبعا هاي التجربة كلها اللي حنحكي عنها هي عينا التجربة أمريكا مع إيران التي انتهت إلى ما انتهت إليه، بس على مكبر كتير، نحن بناخذها على قد حجمنا. هذا النوع من العقوبات على إخواننا هو لن يقدم ولن يؤخر شيئا، لأنه أولا إخواننا ما عندهم هاي الفلوس ولا عندهم مصاري لا بالبنوك العالمية ولا بغير البنوك العالمية، ولا مقضيين زيارات ولا سفرات ولا، فلا تعطوهم فيز، لا تسمحوا لهم ينقلوا أموالهم عبر البنوك، وشوفي لهم أموال بالخارج صادوها وصحتين على قلبكم، ما في مشكلة بهذا الموضوع. لكن طبعا هذا له بعد معنوي وسياسي،
لكن نحن نفخر به أن تعاقبنا الولايات المتحدة الأمريكية الشيطان الأكبر، والتي ستبقى الشيطان الأكبر قبل الاتفاق النووي وبعد الاتفاق النووي. هذا بحث آخر نرجع له بعدين. نحن نفخر ونعتز بأن تعاقبنا الولايات المتحدة الأمريكية، لأننا نقاوم وندافع عن بلدنا وحريته وأمنه وسيادته وكرامته ووجوده وبقائه، سواء في وجه المشروع الصهيوني الذي تدعمه وتتبناه، أو في وجه المشروع الأمريكي الذي دعمته وتبنته، المشروع التكفيري عفوا. لكن ما يجب التوقف عنده هنا هو الاستهداف للاقتصاد اللبناني ولرجال أعمال لبنانيين ولتجار لبنانيين ومؤسسات لبنانية وشركات لبنانية، سواء كان هؤلاء اللبنانيون مقيمين أو مغتربين. في استهداف محسوب ومدروس واضح لهؤلاء، مع العلم أنه أنا في أكثر من مناسبة قلت نحن في حزب الله ليس لدينا مشاريع مالية ولا تجارية ولا استثمارية، ولا ندخل في هذا العالم لا من قريب ولا من بعيد. وقلت بوضوح أيضا قبل سنوات، هذا ما عاد مخبى، ولذلك نحن أنه لما نأخذ مال من إيران نحن ما بنحتاج ويكيليكس، نحن بنحكي بشكل علني وبشكل واضح ومنقول نحن نحصل على دعم مالي ومادي من الجمهورية الإسلامية، ونفتخر بأننا نتلقى دعما من هذا النوع، وتفتخر الجمهورية الإسلامية بأنها تدعم هذه المقاومة وحركات المقاومة. هذا ما في أي لبس. والدعم الذي تقدمه لنا الجمهورية الإسلامية هو كاف لنا بحمد الله عز وجل، وقد أغنانا الله بفضله. وليس لدينا أموال نشغلها لا مع هذا التاجر ولا مع تلك الشركة ولا مع هذه المؤسسة، وأنا أقول هذا حاسما قاطعا صادقا. أولا لأنه عندنا موقف، نحن رؤية إلى علاء أن الحزب كحزب كجهة يفوت بهذا النوع من الأعمال الاستثمارية بمعزل عنا فلوس ولا ما عنا فلوس، وثانيا حتى لا نفتح الباب لإلحاق الأذى بأي من التجار أو المغتربين أو الشركات ليتهموا لاحقا بأنه أنتم عندكم أموال من حزب الله وتقومون بتوظيفها واستثمارها. الصدق من جات، صادقين واضحين شفافين، ما في شيء منه هذا. مع ذلك هناك إصرار أمريكي ومن خلفه إسرائيل وبعض الدول العربية وبعض أجهزة المخابرات في المنطقة على المس برجال الأعمال وبالتجار وبالمؤسسات وبالشركات اللبنانية، والهدف هو النيل من هذه البيئة، من هذا البلد، من قدرته الاقتصادية والحياتية. لأنه بالنهاية هاي المؤسسة أو تلك الشركة هي عم تشغل إما مئات العاملين أو آلاف العاملين وتؤمن حياة كريمة لعدد كبير من العوائل عندما تستهدف وتضرب، هم بالنهاية عم يلحقوا الأذى بهذه البيئة وبهذا المجتمع. وإن كان هذا كمان بمثل السياق كله اللي هحكي فيه، هو لن يقدم ولن يؤخر شيئا لا في وعينا ولا في إرادتنا ولا في تصميمنا كمقاومة وكتيار مقاومة وكبيئة مقاومة على مواصلة الطريق. تتذكروا بحرب تموز ليش تعمد قصف الدكاكين والأسواق والمحلات التجارية والمصانع والمعامل؟ طيب مع أنه هناك لا في مقاتلين ولا في سلاح ولا في ذخيرة وفي ما في أي سبب لقصف هذه الأهداف، لأن هذا أيضا جزء من الاستهداف. هنا ما أردت أن أقوله في هذا السياق أن على الدولة اللبنانية، على الحكومة اللبنانية آخر شيء موجوعنا لله مناضي أن على الدولة اللبنانية وعلى الحكومة اللبنانية مسؤوليات في حماية اللبنانيين، وهي لا تفعل ذلك. دلوني وين
الدولة اللبنانية أو الحكومة اللبنانية حمت هؤلاء اللبنانيين. مصرف لبنان المركزي وحاكميته في عليها مسؤوليات، القضاء اللبناني في عليه مسؤوليات. أنا لن أدخل الآن في تفاصيل، هذا بنحكي نحن وياهم على جنب، ولكن أريد في هذا الخطاب أن أطرح هذه القضية كقضية وطنية، مش كقضية شخصية أو طائفية أو حزبية أو مشاكل. المستهدفون حاليا أو سابقا أموالهم ليست لحزب الله على الإطلاق، هم مثل بقية التجار اللبنانيين يعملون ويكدحون، ولذلك مسؤولية الدولة أن تحميهم وأن ترعاهم وأن تدافع عنهم، لا بمجرد أن تأتي إشارة من وزارة الخزانة الأمريكية لبنان كله بيرفع العشرة وبيستسلم وبينرعب ولا يملك حتى إرادة أن يدافع عن بعض مواطنيه. على كل هذا واحد من العناوين اللي انعمل عليها وما زال يعمل عليها، محاولات إبعاد تجار لبنانيين أو رجال أعمال لبنانيين من كثير من بلدان هذا العالم، ويأتي في سياق هذا الاستهداف كما كان الاستهداف للبنية الاقتصادية في حرب تموز هو جزء من هذا الاستهداف. ثالثا، العمل الدؤوب على تشويه سمعة حزب الله والمس بمصداقيته وخصوصا مصداقيته الأخلاقية، سواء كجهة أو كقادة ومجاهدين ومسؤولين. كجهة كمان منذ سنوات منشوف على المواقع الإلكترونية ومجلات وصحف ووسائل إعلام ومقالات حكي لا يستند إلى أي دليل، أكاذيب في أكاذيب، ولكن اكذب 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 عسى أن تشوه صالحا. مثلا اتهام حزب الله بأنه يعمل على ترويج أو توظيف شبكة بيع مخدرات في العالم، نحن سونا من بيع مخدرات، أو مثلا شبكات تبييض الأموال أو شبكات سرقة أو مشاكل، هذا كله موجود ليس له أي أساس من الصحة. نحن بالعمل الحلال بالتجارة الحلال مش مؤمنين، كيف التجارة الحرام؟ نحن بالتجارة الحلال ما قبلنا ندخل حتى ما نتلوث في مكان ما، فكيف بما هو حرام وفي فقهنا حرام وفي شريعتنا حرام؟ لكن على كل هذا جزء من عملية تشويه. وكذلك فيما يتعلق بقيادات وشخصيات ومسؤولين وكوادر في حزب الله، سابقا وما زال هذا السياق مستمر، موضوع الاغتيال الجسدي، حيث يستطيعون أن ينالوا جسديا من أي من قادتنا أو كوادرنا، فعلوا ذلك، اغتيال أميننا العام وأستاذنا الكبير سماحة السيد عباس الموسوي رضوان الله تعالى عليه، اغتيال سماحة الشيخ راغب حرب رضوان الله تعالى عليه، اغتيال الحاج عماد الشهيد القائد الحاج عماد مونية، اغتيال الشهيد القائد الحاج حسن لقيس، اغتيال الشهيد القائد غالب عوالي، الشهيد القائد علي صالح، شو هذا عدد كبير، أبو علي رضا ياسين إلخ. لكن من لم تصل إليهم أيديهم بالاغتيال الجسدي يعملون على اغتيالهم معنويا. اليوم أنا ما حأدخل لا في أسماء ولا في تفاصيل، يعني حتى ما أحد لكم على مواقع تروح تفتشوا عليها، لا كنا بعمل دعاية، لكن هناك مواقع إلكترونية إسرائيلية ومخابراتية متخصصة شغلتها تركز على إخواننا وقياداتنا ومجاهدينا وتنسب إليهم اتهامات على المستوى الشخصي، على المستوى الأخلاقي، على المستوى المالي، على المستوى السلوكي، لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. يأتي هذا في سياق الاغتيال المعنوي، وهؤلاء منزهون ومبرؤون عن الاتهامات الموجهة إليهم. لكن عندما يعجز العدو عن مواجهة هؤلاء، وبعضهم قادة لهم تاريخ في العمل الجهادي ولهم تضحيات ولهم إنجازات كبيرة، عندما تعجز إسرائيل عن النيل منهم جسديا
تسعى إلى النيل منهم معنويا، وهذا يجب أن يتم الانتباه إليه، ويجب مواجهته وعدم القبول به. طبعا هذا جزء من المعركة بالنسبة لهؤلاء الإخوة، بالنسبة لعائلاتهم يجب أن يعرفوا أن هذا جزء من المعركة، كما يتم اغتيالنا أو يحاولون اغتيالنا جسديا، هم يحاولون اغتيالنا معنويا، وهذا ما يجب أن نتوقعه دائما على طول المسيرة. اليوم على سبيل المثال هناك فيلم إيراني لمخرج إيراني ضد الثورة الإسلامية في إيران، يتعرض لسماحة السيد القائد وبيحكي عن حياة سماحة السيد القائد، أكاذيب وأكاذيب وأكاذيب، يعرف الشعب الإيراني أنها أكاذيب، ولكنهم يملكون جرأة الكذب تحت عين الشمس إلى هذا الحد. عسى أن هذه الأكاذيب يمكن أن تؤثر في هذه الزاوية أو في تلك الزاوية. في كل أحوال وسائل الإعلام خصوصا اللبنانية يجب أن تنتبه إلى هذا الأمر، ويمكن بعضها بنية حسنة تحاول أن تفند أو تدافع أو تشرح، ولكن أحيانا نشر هذه الأمور يساعد العدو أكثر مما يدافع عن الصديق. أيضا في مواجهة الاغتيال المعنوي سيكون رجالنا ونساؤنا وقادتنا ومجاهدونا وعائلاتنا الشريفة إن شاء الله تملك نفس روحية الصبر والثبات والاحتساب ومواصلة الطريق كما حال عوائل الشهداء الذين قتل أبناؤهم وأزواجهم وأهلهم وإخوانهم. رابعا، مكينة ترويج الأكاذيب حول الوضع المعنوي للمقاومة وبيئتها الخاصة. شوفوا من 2005 بالتحديد، لأنه حافظينهم بديش أرجع قبل لهلأ. هلأ إذا بتفتحوا الصحف، بعض المجلات، بتحضروا بعض التلفزيونات، أو بتشوفوا بعض المواقع الإلكترونية، نفس الأدبيات ما غيروها من 10 سنين. دليل يعني أنه في نوع من يعني ما في غنى حتى بالمصطلحات. يعني من 2005 إلى اليوم بس بدهم يحكوا عن حزب الله. حزب الله مأزوم. إذا حدا بيفوت بيلاقي كلمة مأزوم من 2005 إلى اليوم ما شاء الله. حزب الله مربك، حزب الله ضعيف يزداد ضعفا، حزب الله يلفظ أنفاسه الأخيرة. طيب واحد بيلفظ أنفاسه الأخيرة يوم اثنين، شهر اثنين، عم يلفظ أنفاسه الأخيرة. طيب 10 سنين عم يلفظ أنفاسه الأخيرة. هلأ بتقرأ أمس وقبل أمس، حزب الله في أيامه الأخيرة يلفظ أنفاسه الأخيرة. قال ليه؟ قال بسبب الاتفاق النووي. والله حيرتونا. شي بيقول خيفان من حزب الله انه هلا حتدفق الاموال عليه من فوق رأسه ومن تحت قدميه، ولحقوا على حزب الله شو بده يعمل بلبنان والمنطقة، وشي طالع معه انه حزب الله يلفظ انفاسه الاخيرة. يعني اتفقوا، لانه هن من نفس الجهات. يعني في كل الاحوال انه والله في تململ في صفوف حزب الله، دلونا على هذا التململ. واحد بيقدر يقعد يحكي اللي بده اياه، يعمل مسلسلات. ما شاء الله شو كان في مسلسلات بشهر رمضان وخيالات واسعه. طيب تململ في صفوف حزب الله، التمرد في صفوف حزب الله. عوائل الشهداء تقول لقياده حزب الله اعيدوا الينا ابنائنا. بجيب لكم رسائل عوائل الشهداء اللي بتقول ارسلوا اولادنا الى الجبهات. لا تصدقوا، وين النهوة عوائل الشهداء اللي بتحكوا عنه؟ طبعا هن مش حاضرين يحضروا شو بيقولوا عوائل الشهداء. في برنامج بيحطوه على المنار من مدي، هلأ من مدي مجددينه كمان. أحيانا أنا بالإعادة بحرص أني شوفوا أحضروا. تسمع آباء الشهداء، أمهات الشهداء، زوجات الشهداء، أبناء وبنات الشهداء، تشعر أنه أنت قدام ناس مش من هذا الزمن. تفتخر بمعنوياتهم، تفتخر بشجاعتهم، تفتخر بإيمانهم الكبير، تفتخر بصبرهم، باحتسابهم. في نموذج رائع مجهول. طبعا في ناس لا بيسمعوا لعوائل الشهداء ولا عندهم وقت يحضروا عوائل الشهداء لأنه هن من مناخ آخر، لكن بده يحكي عن عوائل شهدائنا يسمع عوائل شهدائنا، مش يقعد بعيد. طيب
افترض مع انه ما في شيء منه، حتى هذه اللحظة ما في شيء منه. افترض والله اب شهيد، ام شهيد، زوجة شهيد، ابن شهيد من شهداء هذا الخط، عنده رأي، عنده اعتراض. طيب واحد، ونحن من 82 الى اليوم لدينا الاف الشهداء، الاف عوائل الشهداء، هول بشكل رأي العام لعوائل الشهداء. على كل هذا كله جاي بهذا السياق، لكن هم انفسهم، لانه الكذاب بينسى هو عم بفبرك. بنفس الوقت حزب الله الضعيف اللي بيلفظ انفاسه الاخيره، اللي في تمرد في داخله، اللي في حالة تململ، اللي عوائل الشهداء وعوائل المجاهدين أي من أيمتهم عقياته، اللي مدري شو قصته شو حكايته معنوياته، مرتبك مأزوم، ترجع بتقلب الصفحة شو بيقولوا لك؟ حزب الله يريد السيطرة على لبنان، حزب الله يعطل الرئاسة ويريد الفراغ لأنه يدفع إلى مؤتمر تأسيسي، لأنه يريد إعادة صياغة النظام اللبناني على أسس جديدة، حزب الله يريد إلغاء الطائف، حزب الله يتدخل ويتصرف كأنه قوة إقليمية، حزب الله حزب الله. طيب حيرتونا نحن هيك والله هيك. لكن هذا على كل حال بسبب تخبطهم، لأنه كل ما قالوا عن حزب الله ليس له أي أساس من الصحة. بتشوفوا بوسائل الإعلام أي خطأ صغير، لأننا مش معصومين، إخواننا مش معصومين، نحن لا ندعي العصمة أبدا، ممكن حدا يغلط، الغلط الصغير بينعمل منه قضية وطنية، أحيانا تنسب إلينا أخطاء لا أساس لها من الصحة، كلها هي جزء من هذه الحملة. خامسا، تسخيف وتوهين الإنجازات والانتصارات، واعتبار كل تضحياتنا أنها هدر، هذا هدر لطاقات اللبنانيين ولدماء اللبنانيين، وأنها تذهب سدى. طيب مثل ما جرب مثل ما حصل بحرب تموز، سخف ما اعترفوا اصلا بالانتصار، ما وصل لمرحله التسخيف والتوهين، مثل ما صار بكل ما قامت به المقاومه الى جانب الجيش السوري والقوى الشعبيه في سوريا. ولو حكينا عن الحدود، عن القصير، عن القلمون، عن جهود القلمون، عن جهود عرسال وابعاد هذه الجماعات التكفيريه ومحاصرتها وأبعاد خطرها عن القرى والبلدات اللبنانية، بيوهن وبيسخف وبيتهم إلى آخره. تشعر أحيانا أيها الإخوة والأخوات أن الموضوع مش موضوع تقييم سياسي أو تقييم أمني أو تقييم استراتيجي، لأنه الأكثر بيحكوا باستراتيجي، تشعر الموضوع في عمقه حقد وكراهية أكثر مما هو خلاف سياسي، لأن الحقد عندما يصل إلى هذا المستوى يعمي. هؤلاء يتنكرون للحقائق التي يعترف بها كل العالم، وحتى العدو، حتى العدو يعترف بهزيمتي وفشلي في حرب تموز، ولكن هم يتنكرون لهذه الحقيقة. أنا لا أظن السبب سياسي أو فكري أو نقص بالمعلومات أو ضعف في التحليل، وإنما السبب برأيي هو الحقد والكراهية والحسد والعداء الذي يعمي القلوب والعقول والأبصار، وإذا بيستمروا بهذه الطريقة طبعا هذا أمر مؤسف جدا. سادسا، الطعن والتشكيك بعلاقتنا مع حلفائنا الداعمين لنا مثل إيران وسوريا. خلينا نحكي عن إيران شوي باعتبار الاتفاق النووي. بتتذكروا بال2006 وقت الحرب، بعد ال2006 لقبل كم يوم، شو الخطاب الآخر؟ طبعا ما عم بحكي عن جهات لبنان، بلبنان بالعالم العربي وبالإعلام الخليجي وفي أماكن كثيرة، أن إيران تستخدم حزب الله، ألا ما هحكي عن جهات أخرى، من أجل خدمة ملفها الإقليمي النووي وصولا للاتفاق النووي. يا جماعة حزب الله ويا جمهور حزب الله، بكرة إيران بتبيعكم لما بتعمل اتفاق مع الأمريكان. هذا قديش نقال عبر السنوات الماضية، قد سمعتوا يا اخوان ويا اخوات ويا ناس اللي قاعدين على عم تشوفوا التلفزيون، بالصحف، بالمجلات، بالمقابلات، بالتصاريح، بالخطب، عم يشتغلوا كانوا على وعينا، على وعي بيئتنا وعلى وعي جمهورنا، انه انتوا أداة في المشروع الايراني، وتستخدمكم ايران خدمة لمشروعها النووي ومفاوضاتها النووية، ولما بتوصل لاتفاق حتبيعكم
وحتكونوا جزء من صفقة البيع الإيرانية الأمريكية. طيب من شغال على هذا الموضوع؟ طبعا نحن مبكرا كنا دائما نقول إيران مش هيك، سوريا مش هيك، كوننا عم نحكي مع إيران. الجمهورية الإسلامية علاقتها مع حلفائها هي علاقة عقائدية وأخلاقية قبل أن تكون علاقة مصالح سياسية، وحكينا كتير ما بدي عيد. طيب اليوم شو بقولوا؟ داب التالج وطلع المرج، مين طلع معه حق؟ نحن ولا أنتو؟ مين؟ مين الصادق ومين الكذاب؟ مش الكاذب، الكذاب، لأنه طبعه وملكته هي أن يكذب. مين؟ هل إيران باعت حلفائها في المفاوضات النووية؟ طيب ما بدكم تصدقوا محمد جواد ظريف الدكتور والوزير المحترم؟ صدقوا صاحبكم جون كيري. أمس جون كيري شو بيقول؟ بيقول إيران ووزير خارجية إيران بكل اللقاءات بيني وبينه رفضوا أن نناقش في أي ملف آخر إلا الملف النووي. نعم، وعدونا أنه بعدين إذا أنجز الاتفاق النووي بنحكي، ممكن نحكي ببعض الملفات. لا حدا باع ولا حدا اشترى، لكن المساكين أنتوا روحوا شوفوا باعوكم ولا ما باعوكم. بأكثر من هذا، الجمهورية الإسلامية اللي تواجه، لأنه الاتفاق بعد ما صار نهائي، بعد الكونغرس الأمريكي بده يوافق عليه، مجلس الشورى الإسلامي بإيران بده يوافق عليه، في جهد كبير إسرائيلي وبعض الخليجي و و و و لمنع وصول هذا الاتفاق إلى نهايته المطلوبة والسعيدة، في شغل. ومن جملة الشغل انه انتم يا امريكان شو عم تعملوا؟ انتم عم تساعدوا وعم تحلوا مشكله ايران، هذا حيقوي ايران، حيقوي ايران بالمنطقه، ما حيغير السياسه الايرانيه، مصلحه ايران تسكت. لكن ايران وقفت في يوم العيد، وقف سماحه الامام القائد السيد الخامنئي دام ظله الشريف ليصف امريكا بما وصفها به، وليجدد ويؤكد موقف ايران من حركات المقاومه ومن قضايا المنطقه ومن حلفائها. وكان لحزب الله وللمقاومة في لبنان مكان خاص في هذا التأكيد وفي هذا التجديد. وكذلك في مناسبات مختلفة، سماحة رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران الشيخ حسن روحاني، وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف، بقية المسؤولين أكدوا على هذا المعنى. طيب إذا نحن في هذا الموضوع نتعاطى بكل ثقة واطمئنان كافي وكامل من 82 إلى اليوم، وجاءت الوقائع لتثبت وتؤكد صدق هذه الثقة ومصداقية هذه الثقة وهذه العلاقة مع حلفائنا. أما أنتم كم وباعوكم وخذلوكم وتركوكم وما سألوا عنكم، هذا إذا كانوا عم يحطوكم بالجو أساسا. هذه بعض الأمثلة أكتفي بها واللائحة طويلة، لأقول أيها الإخوة والأخوات أن كل ما عملوا عليه ذهب هباء منثورا، وكل ما سيعملون عليه سيذهب هباء منثورا. لا قتل القادة والكوادر ونساءنا وأطفالنا هذا سيغير في مسارنا شيء، وإنما كلمة السيد عباس لكلمة الإمام رضوان الله عليه الإمام الخميني، اقتلونا فإن شعبنا سيعي أكثر فأكثر، موجودة جزء من ثقافتنا وجداننا. ولا اغتيالنا المعنوي ولا التضييق الاقتصادي والمالي ولا الأكاذيب ولا التحريض ولا التشويه، إيماننا ووعينا وثقتنا بالله وبأنفسنا أكبر بكثير من أن تمس به كل هذه المؤامرات الإعلامية وكل أشكال الحرب النفسية. نحن يدنا في الحرب النفسية هي العليا، يدنا هي العليا، لأننا ننطلق من الوقائع الصادقة ولا نتحدث بالأكاذيب ولا نطال الأكاذيب. الدليل هو الحقائق الخارجية والوقائع الخارجية. أين هي المقاومة اليوم؟ أين هي مسيرة المقاومة؟ أين هو حزب الله اليوم؟ وأين كان بالأمس؟ عندما نجد أن هذه المسيرة رغم كل ما جرى عليها
هي تزداد اتساعا وشعبية وجمهورا وقوة وحضورا وتأثيرا، ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى الإقليمي. عندما تحسب لها الإدارة الأمريكية كل هذا الحساب، عندما تعتبر إسرائيل أن تهديدها المباشر في المنطقة، لا أتحدث عن تهديد وجودي، أن تهديدها المباشر في المنطقة يتمثل بهذه المقاومة، وتأتي أمريكا لتطمئن إسرائيل بعد الاتفاق النووي حول هذه المقاومة، هل تكون هذه المقاومة ضعيفة أو تلفظ أنفاسها الأخيرة؟ أليس هكذا يقيم هؤلاء الذين لديهم أجهزة استخبارات ومراكز دراسات وتجميع معلومات وإحاطة معلوماتية واسعة؟ وين معلوماتكم عن معلوماتهم؟ ولذلك هم بتشوفوا كل مدة ومدة بيعملوا استطلاع رأي، استطلاعات رأي في بيئتنا بشكل خاص وفي البيئة اللبنانية العامة، لكن في بيئتنا بشكل خاص بيوجهوا أسئلة محددة ليشوفوا هاي الحرب النفسية، هذا الحجم من الأكاذيب، هذا الحجم من وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت والصحف والمتكلمين والمشككين والمتربصين، قدر يغير شيء بهذا الرأي العام؟ ما عم بيقدر يغير شيء. ليه؟ لأنه هو يستند إلى الأكاذيب، أما ثقة هذا الرأي العام فهي تستند إلى الوقائح، إلى الوقائح التي يشاهدونها، ويزداد تزداد قناعتهم يوما بعد يوم بصوابية خيارات هذه المقاومة وسلامة طريق هذه المقاومة. اليوم مثلا من المستجدات المهمة جدا في موضوع تطورات المهمة جدا في موضوع داعش، تتذكروا قبل كم سنة أنا وإخواني في كل المناسبات حكينا مع بداية الأحداث في سوريا، قلنا أن الغرب وقوى إقليمية في المنطقة جاءوا وسيأتون بكل تكفيري العالم وبكل وحوش الأرض إلى سوريا ليسقطوا النظام، وإلى العراق ليغيروا المعادلة، وليشنوا حربا على محور المقاومة في المنطقة، وأن هؤلاء الذين سيأتون بهم سينقلبون عليهم، وأن السحر سينقلب على الساحر، وأن الأفعى لن تلدغ صاحبها بل ستأكله أيضا. هذا ما حكيناه من سنوات، وكلهم كانوا معتبرين لا هن ماسكين اللعبة مظبوط، السعودية ماسك اللعبة مظبوط، وتركيا الماسكيتها مظبوط، وقطر والأردن وبعض دول الخليج الأخرى وأمريكا وبريطانيا وفرنسا، وكله ماسك اللعبة مظبوط وكله تحت السيطرة، وضخوا هذه الأعداد الكبيرة التي جاءت إلى سوريا وإلى العراق، سهلوا لها السفر، دخلوها من الحدود، عطوها مال، عطوها سلاح، وقاتلوا معها وأملوا لها كامل التغطية الدينية والشرعية والسياسية والإعلامية والآخرة، صحيح أو لا؟ ولكن الآن بدأوا جميعا يدفعون الأثمان. طيب ما هذا نحن الكم أخ متواضعين بلبنان، لا عنا مراكز دراسات عالمية ولا عنا أجهزة مخابرات عالمية، وإمكاناتنا نعترف بتواضعها على كل صعيد، بكل وضوح وبكل بساطة قدمنا هذه الرؤية وقلنا الوضع بده يروح بهذا الاتجاه، وأنتم ستفقدون السيطرة على هؤلاء وسينقلب هؤلاء عليكم وسيتحولون إلى تهديد لدولكم ولحكوماتكم ولأمنكم القومي، وقال غيرنا هذا أيضا. طيب ما هي النتيجة اليوم؟ غير اللي عم بيصير بالدول العربية، غير الرعب الذي أوجدته داعش في دول الخليج وفي الأردن منذ سنة إلى اليوم، طيب شو عم بيصير بفرنسا؟ شو صار ببريطانيا؟ شو عم بيصير بتونس؟ شو عم بيصير في بلدان أخرى هذا اليوم؟ طيب اليوم الجديد تركيا التي أقول اليوم وأجدد لا شك في رعايتها لداعش وتمويلها لداعش وتقديم التسهيلات الكافية لداعش وفتح الحدود لداعش، لكن الآن رئيس وزراء تركيا يقول أن داعش تشكل تهديدا للأمن القومي التركي. صباح الخير، صح النوم.
طبعا من شان كمان ما يزعج مشاعر داعش حط حد من الاكواد واليساريين، هودي زياده بس ليغطي المعركه مع داعش. واهم من يصدق سواء امريكا واجهزه المخابرات الامريكيه او السعوديه او التركيه، اقوى اجهزه المخابرات في العالم، هون يسمعوا منيح، انتوا واهمين اذا بتقدروا تسيطروا على هاي المجموعات. انتوا فيكن تشغلوها في تقاطع اهداف، هي بتستفيد منكم لاهدافها، لكن هو تركيبتهم وعقليتهم وثقافتهم والماهية تبعهم والآلية تبعهم كله لا، من نوع الأفعى الذي ينقلب على من يرعاه ومن يهتم به ومن يربيه ومن يستخدمه. هذا اللي عم بيصير الآن، ولذلك هذا تطور مهم. طيب أمس الـ FBI بتقدم تقدير، هلا هتقولوا طيب شو خصه بلبنان؟ حوصل شو خصه بلبنان. امس الـ FBI بتقدم تقدير امني، بتقول FBI الامريكية بتقول داعش اخطر على الامن القومي الامريكي من تنظيم القاعدة. اوف، تنظيم القاعدة يعني 11 ايلول. تنظيم القاعدة اللي دائما كان في رأس الليستة، لان الـ FBI بتقول لا، برأس الليستة صار داعش. وعندنا في لبنان من لا يعتبر داعش تهديد ابدا، مو تهديد، اخواننا وحبايبنا وثوار وهلا بيهم وهون بدكم اياه، اليس كذلك؟ وهذا مش انا عم بختوى، مش معلومات خاصه، هذا على التلفزيونات. طيب عندما يستمع اللبنانيون إلى جهة تقول أو إلى جهات تقول هاي هي المخاطر، هاي هي التهديدات، قبل سنوات بتنحكى عنها، بينحكى عنها، هاي هي سبل المواجهة، وبيطلع ناس بيحكوا هاي لا تهديدات ولا مخاطر وما في داعي لكل هاي السالفة، وده هاي مخاطر، فسبل مواجهتها هي التالية التي لا تسمن ولا تغني من جوع. طيب بعد كل هاي التجربة الناس وما بدها تصير قناعتها، رأيها، قبولها، ثقتها، مصداقية بالنسبة لها. اليوم نحن على ضوء كل هاي التطورات في محفل الشهداء وبين يدي عوائل الشهداء، بحب أخذ آخر مقطع بالشأن اللبناني الداخلي، خصوصا بالشأن الحكومي، وبختم إن شاء الله خلال دقائق. نحن بهذا المحيط طبعا بالأيام القليلة الماضية شغلت اللبنانيين جميعا أولوية النفايات. للأسف الشديد أنا بخجل أحكي بهذا الموضوع وإشرح فيه وكيفية معالجته، لأنه بعتقد هاي واحدة من النقاط اللي لازم اللبنانيين يتوقفوا عندها كتير، أنه الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية والوزارات اللبنانية المعنية التي تفشل في معالجة ملف النفايات، هو ملف عادي بأي دولة بالعالم، وبتدخل فيه الحسابات السياسية والطائفية والمناطقية والشخصية والمالية والتجارية، ويعاني اللبنانيون ما يعانونه حتى الآن، هو دليل فشل الذريع. ولذلك على طول كنا بتتذكروا لما يجي يطالبونا بقرار الحرب والسلم وتسليم سلاح المقاومة، كنا نقول لهم بالأول اعملوا دولة حقيقية بعدين تحكوا بهذا الموضوع، تحكوا بهذا الموضوع. الدولة اللي بتعجز تحل موضوع النفايات، مع العلم انه هيدا له حلول علمية وفنية ومثل ما بقولوا ستاندر وموجودة بكل العالم، بل انا في بعض الخبراء قالوا لي بانه يمكن على طريقتنا بالادارة لما بنحكي تحويل التهديد الى فرصة، يمكن تحويل تهديد النفايات الى فرصة، يمكن تصير النفايات ايضا تجيب مصاري للبلد. في بعض الخبراء حكوا هيك، أنا ما بعرف، أنا مش خبير بهي الأمور، لكن هل هناك إدارة في الدولة جدية وصادقة ونزيهة ومخلصة وهمها الحقيقي بيئة سليمة ورفع النفايات بأقل كلفة ممكنة على اللبنانيين؟ أنا أقول هذا غير موجود، مش أشك، هذا غير موجود، واللي بده يزعل يزعل، بتكفي هاي المصيبة اللي كل البلد عايشينها. على كل هاي مسؤولية الحكومة، أنا ما بدي فوت في الموضوع.
تثبيت أولا التثبيت الواقعي على ضوء هذه المعطيات اللي نحن فيها بالبلد وبالمنطقة، التثبيت الواقعي لمعادلة الجيش والشعب والمقاومة في لبنان، لأنه هذا بيحمي البلد من أي تهديد إسرائيلي ومن أي تهديد إرهابي أو تكفيري. اثنين، إدراك وطني، نحن بحاجة إلى إدراك وطني لحجم الخطر التكفيري على بلدنا. إذا الأمريكان بيحكوا هيك، وهلأ بتونس هيك، وبتركيا هيك، وبالسعودية بيحكوا هيك، وبالأردن هيك، كل دول المنطقة هيك، طيب أيمتى لأيمتى ناطرين بلبنان؟ حجم الخطر التكفيري على بلدنا والتوحد في مواجهته بعيدا عن أي حسابات، عن أي حسابات ضيقة، لأنها مسألة أمن قومي لبناني. ولو ما نحن بلد لازم كمان نحكي عن أمن قومي لبناني، ليش على طول ما نضل مصغرين بلدنا؟ ثلاثة، التعاون من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلد وعدم التفريط به بأي ثمن. أربعة، في الشأن الحكومي، هون بدي أحكي كلمتين وعلى الآخر إن شاء الله. نحن ندعو إلى بت المسائل العالقة بأكثر من مناسبة. قلنا يا أخي في مشكلة، رايحين على مشكلة. طيب، في قوى سياسية أساسية بالبلد عم بتقول نحن بدنا نرجع نناقش ونثبت آلية عمل الحكومة وآلية اتخاذ القرارات في الحكومة، مش الحكومة هي اللي عم بتدير البلد. طيب بدنا نناقش بالآلية ونتفق على آلية، لأنه اتفقنا بالبداية على آلية تم تعديلها ثم تم تجاوزها. بدنا نعيد تثبيت اتفاق على آلية. طيب ليش هذا الموضوع ما بده ينحسن؟ ليش بده يتأجل من أسبوع لأسبوع ومن أسبوعين لأسبوعين ومن ثلاثة لثلاثة؟ ليه؟ من يؤجل ماذا ينتظر وعلى ماذا يراهن؟ إذا عم ينتظر وضع إقليمي، وضع دولي، طيب ما أنتم من كم يوم دعيتونا لعدم المراهنة على الأوضاع الإقليمية والدولية، ونحن قلنا لكم قبل ما صدقتوناش، ما كنا عم نقول لكم ما تنتظروا الوضع الإقليمي والدولي. هلأ صار بدهم ينظروا أنه لا، الاتفاق النووي ليس له انعكاسات على لبنان. يا خي مثل ما بدكم، إلو والله ما إلو، خلوا على جنب. قلنا لكم سابقا ونرجع من لكم مجددا، ما تراهنوا وتعوا نحن كمان ما نراهن. انسوا الوضع الاقليمي، انسوا الوضع الدولي. طيب اذا نسينا الوضع الاقليمي والوضع الدولي، شو الخيار قدام اللبنانيين؟ اذا ما صار حوار وما صار تفاهم وما صار حكي، ما في نتيجة. البلد بده يضيع بكل صراحة، مش عم نهول على بعضنا، بلد بده يروح على الفراغ، انتوا حتاخدوه على الفراغ. طيب نحن قلنا بأكثر من مناسبة، تكتل الإصلاح والتغيير عنده مطالب وعنده نقاش. اتفضل يا مستقبل اعمل نقاش، يا تيار المستقبل بالتحديد. وأنا آخر خطاب قلت ما حدا يضيع الموضوع، المشكلة هون. طيب البحث بالآلية أنتم معنيين بشكل أساسي بهذا النقاش، البحث بالتعيينات أنتم معنيين بشكل أساسي، بالأمور الثانية أنتم معنيين بشكل أساسي، تفضلوا اعملوا نقاش وحوار مع التيار، مع التكتل الوطن، التكتل التغيير والإصلاح، تيار الوطن الحر. ما في، دايرين ظهرهم للأسف. أنا بحب لكم، اللبنانيين بحبوا يسمعوا أخبار حلوة، بس نكون واقعيين، مثل نكون واقعيين. هلأ إذا طلعنا كلنا قلنا ما في زبالة بالبلد، يعني من بعد في زبالة بالبلد؟ طيب إذا جينا أن البلد لا تمام بألف خير، طمنوا بالكم. لا، مين قالكم هيك؟ في جهة عندها مطالب وعم بتقول أنا بدي أعمل حوار، في جهة تانية معنية بالمطالب دايرة ظهرها وما بدها تعمل حوار. ونحن طالبنا تيار المستقبل في آخر جلسة حوار بين حزب الله وتيار المستقبل في عين التيني برعاية دولة الرئيس نبيه بروي، إن لهم يا إخوان عدوا طلعوا فاوضوا ناقشوا احكوا، الموضوع بده حل، ما تديروا ظهركم. بس هن مصرين يديروا ظهرهم. طيب من أجل الجلسة للثلاثة، طيب وبعد الثلاثة شو؟ بدل ما نروح على معالجات جادة بصير تلويح بالفراغ، تهديد بأنه رئيس الحكومة بيستقيل. هذا ما اطلعنا عليه في وسائل الإعلام قد ما يكون صحيح، لكن بعض المصادر ذكرت هذا الشيء، أنه يمكن يكون الخيار عند رئيس الحكومة أنه يستقيل، وكان الخميس حيستقيل، ولكن مداخلات دولية وخارجية منعت من هذه الخطوة. يعني هذا التلويح شو هدفه؟ الضغط انه العالم
يعني في واحد عم بيقول لك يا أخي بدي اتفق معك على آلية لاتخاذ القرار بالحكومة، بدي أعمل أنا وياك شراكة حقيقية، بتقول له لا أنا مش موافق، وأنا مش عاجبك أنا بستقيل والبلد يروح على فراغ. مع بينا نحن المتهمين بأنه بدنا ناخد البلد على الفراغ، بين أنتوا عم تاخدوه. التلويح بالاستقالة، خليني يكون واضح، التهديد بالاستقالة أو التلويح بالاستقالة لن يقدم ولن يؤخر شيئا أبدا، ومش مفيد ومضر ومؤذي للبلد. الحل الوحيد أمام القوى السياسية خصوصا تلك المشاركة في الحكومة أنه تحكي مع بعض. كمان منشان نكون واضحين، خلال الأيام والأسبوعين الماضيين انحكى عن وساطة لحزب الله، كمان خليني يكون واضح، نحن مش وسطة، نحن طرف، نحن حليف، نحن جزء من هذا الموضوع، نحن مش وسيط لا. وما بعتقد نحن بنقدر نلعب دور وساطة لأنه نحن طرف. نعم نحن نتكلم مع الجميع، مع كل القوى السياسية المشاركة في الحكومة، ونتواصل معها ونتباحث معها ونقدم لها أيضا اقتراحات وأفكار وندعوها إلى العمل الجاد. ما حدا ينتظر وساطتنا، لأنه ما في شيء اسمه وساطة حزب الله. في شيء وحيد مطلوب من هون للثلاثة، وإذا الثلاثة ما عملت نتيجة بعد الثلاثة، شيء وحيد، تيار المستقبل ينزل من برجه العاجي، يروح يلتقي هو تكتل التغيير والإصلاح وين، هاي تفاصيل أنا مش معني فيها، ويصير نقاش مباشر على هذه المطالب وعلى هذه القضايا. غير هيك أنتوا اللي عم تعطلوا البلد مش نحنا، واللي بده يهدد بالاستقالة عم ياخد البلد على فراغ. وأنا أريد أن أقول ما يلي: نحذر من الفراغ، أو نحذر من أخذ البلد إلى فراغ، لأنه يعني أخذ البلد إلى المجهول. هذه لعبة خطرة، حطوا شحطتين تحت كلمة خطرة، هاي لعبة خطرة، هاي فوتي بالمجهول، هذا تصرف غير عقلائي وغير مسؤول. ما حدا ياخذ البلد على هذا المحل. كلنا يريد لهذه الحكومة أن تستمر، لأنه طالما ما في رئيس جمهورية ما في خيار آخر. نريد لهذه الحكومة أن تعمل، لا نريد لهذه الحكومة أن تسقط. لا تسقطوها بأيديكم، لا تسقطوها بأيديكم. قبل أسابيع فريقنا كان متهم بأنه بده يسقط الحكومة، هلأ مين عم بيهدد بإسقاط الحكومة؟ هلأ معش الفراغ خطر؟ هلأ معش الوضع صعب؟ هلأ صار لبنان خارج التهديد وقت الترف الفكري أنه إيه منستقيله ويروح البلد على الفراغ؟ المسألة أكبر من هذا بكثير. هذا الطريق الذي ندعو إليه، ونأمل أن يكون موضع عناية واهتمام. مجددا أقول لأبناء الشهداء وبنات الشهداء وعوائل الشهداء، ولكل هذا الجمهور المقاوم والشريف والمبارك والثابت والمؤمن والواعي والمتحمل مسؤولية، معكم وبكم وبالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بإرادتكم وعزمكم ووعيكم وإيمانكم وتضحياتكم وثباتكم ووحدتكم وتماسككم ومعنوياتكم العالية، سنتجاوز هذه المرحلة وكل هذه المراحل، وأعود وأؤكد بين يدي دماء شهدائنا التي صنعت الانتصارات. أيها الإخوة والأخوات، ضعوا الحرب النفسية جانبا، نحن دخلنا زمن الانتصارات وغادرنا زمن الهزائم، وهذا ما يصنعه الله بنا ونصنعه نحن بإرادتنا ودماء شهدائنا. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.